السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية نضالية عالية لجميع الأحرار والحرائر الشرفاء والشريفات في هذا البلد الآمن الأمين من طنجة إلى الجويرة. تحية نضالية. أما بعد، مواصلة للحديث حول ملف من يسمون أنفسهم ضحايا النظامين 2003-85. أولا أحييكم تحية الإسلام، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، صدق الله العظيم. ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، صدق الله العظيم. وما النصر سوى صبر ساعة. والحقوق ثابتة لا تسقط بالتقادم، وما لا يأتي بالنضال يأتي بمزيد من النضال. تحية نضالية لجميع المخلصين والمخلصات في هذا البلد الأمين، الذين يساندون ويدعمون جميع المظلومين والمغبونين من أجل إرجاع حقوقهم كاملة مكتملة غير منقوصة. ونحيي وبعلو الصوت جميع المخلصين والمخلصات الذين آمنوا بنبل قضيتنا وبمشروعيتها، وقد ساندونا ودعمونا في محنتنا، وسنكون لهم خير دعامة وسند يعني في وقت الشدة وفي جميع المحطات التي يحتاجون فيها إلينا، سنكون لهم يعني نلبي النداء وبتلقائية وبدون قيد أو ولا شرط. تحية نضالية. أما بعد، أعود لك سيدي الوزير المحترم الوصي على القطاع والمسؤول سياسيا وأخلاقيا، ونحييك تحية إجلال والإكرام على جرأتك لما تبينت بأن المتقاعدين السابقين الذين تقاعدوا ما قبل 2012 إلى غاية 2003، تاريخ صدور المرسوم الذي تم تعديله بفعل المرسوم جوز 19504 الذي صدر بالجريدة الرسمية وتم نشره بتاريخ 26 جوان 2019، تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم الذي على إثره تم حلحلة ملف من يسمون أنفسهم بضحايا النظامين 2003-85. لما تبين الحق وتبين لك يعني تبينت لك الحقيقة، يعني اتخذت قرارك الصائب والمنصف، ويعني أقررت بأن هناك فعلا ضحايا متقاعدين برسم سنوات 2003 إلى 2011 تم إقساؤهم ظلما وجورا، وبالتالي فقد اتخذت قرارك بأن يتم إنصافهم وأن يكون ملفهم مستقلا عن ملف ضحايا النظامين 2003-85 الذي قلتم بأنه قد قمتم ب يعني بمعالجته وفق المعطيات التي أمدتكم بها الإدارة والفرقاء الاجتماعيين، وأن هذا
يعني هذا الملف قد طرح يعني منذ 2012، وعليه وبناء عليه تم يعني تسوية الملف ابتداء من 2012. إذن سيدي الوزير، يعني مواصلة لاستجلاء الحقائق حول هذا الملف الشائك الذي يعني تم اغتصابه، هذا الملف ملف ضحايا النظام 2003-85 تم اغتصابه، وبالتالي تم حله الحل الذي يعرفه القريب والبعيد. إذن بالرجوع بالعودة إلى الحل الذي تم به يعني ملف من يسمون أنفسهم ضحايا النظامين 2003-85، بما أن المرسوم صدر بتاريخ 13 جوان 2019، وتم نشره بالجريدة الرسمية تاريخ سريان المفعول 26 جوان 2019، بالتالي فإقراره تاريخ المفعول المالي والإداري ابتداء 1/1/2016 يعني يثبت بأن هذه الترقية تمت بأثر رجعي، وكان الصواب أن تتم ترقية جميع المتقاعدين السابقين الذين توظفوا بالسلم السابع والسلم الثامن، وتم إحصاؤهم من 1972 إلى غاية 1986، بأن جميع هذا المتقاعدين يعني يتوفرون على نفس الشروط التي جاءت في البطاقة التقنية التي كانت أرضية للنقاش ولإيجاد الحل، والتي وضعت بين أيدي يعني اللجان التقنية والموضوعاتية التي يشرف عليها ممثلين عن الإدارة وممثلين عن النقابات الأكثر تمثيلية. بالتالي فالأول شيء قاموا بترقية المتقاعدين بأثر رجعي ابتداء من 1/1/2016 إلى غاية 25 جوان 2019، هذو كلهم متقاعدين، ورغم ذلك تم إنصافهم وتم إقصاء الباقي لأنهم لا يعني لا يخضعون إلى مقتضيات المرسوم جوز 19-500 أوروبا. وذلك السبب دائما هو تسريع الترقية، لأن بالرجوع إلى التصريح ديال السيد الوزير المحترم المختار في قبة البرلمان، قد صرح بأن عدد يعني ضحايا النظامين 2003-85 هو 30,130 متقاعد ومتقاعدة، بمن فيهم يعني المتوفون رحمهم الله، ولكن الذين كانوا ضمن الحل كانوا ينادون بأن فقط هناك 20,000 يعني ضحية فقط. وليس 30,130 كما صرح بها السيد الوزير المختار في قبة البرلمان، وكانوا يتحججون آنذاك بأن تضخيم العدد ما هو إلا حجة من أجل تعطيل تسوية هذا الملف الشائك. إذن نلاحظ بأن هذا العدد الذي اكتشفتموه ديال 10,200 هو العدد ديال المتقاعدين من 2003 إلى 2011، وهم دائما كانوا يعني يريدون أن يتخلصوا من المتقاعدين السابقين حتى تتم تسريع ترقيتهم، وهذا
يعني يبين أن المصلحة الخاصة غلبت على المصلحة العامة. ومن بعد ما تم إقصاء المتقاعدين ابتداء من 2012 إلى 2015، يعني أعادوا الكرة مرة أخرى، ومن أجل التخلص من المتقاعدين السابقين الذين هم تقاعدوا من 2003 إلى 2011، وهم الضحايا، هم الضحايا الأصليين والأساسيين، يعني تم يعني ترقية حوالي 4000 من 2012 إلى 2015، وتخلصوا من المتقاعدين من 2003 إلى 2011، وذلك بإقصائهم جملة وتفصيلا من المرسوم ديال جوج 19504. وقد يعني قمنا بإحصاء وفق المعطيات اللي كانت متوفرة في الموارد البشرية اللي كانت يعني صرحت بها الموارد البشرية في 2012، يعني وبناء على يعني تصريحات يعني توصلنا إلى أن هناك حوالي 12716 متقاعد ومتقاعدة بمن فيهم المحاولين على التقاعد، يعني تم إقصاؤهم من 2003 إلى 2011، رغم يعني أنهم يتوفرون على نفس الشروط التي تمت بها ترقية جميع المتقاعدين الذين تمت ترقيتهم من 2012 إلى 2015، وأيضا من 2016 إلى 25 جوان 2019. ورغم ذلك تم التعسف عليهم وتم حرمانهم من حقهم في الترقي، وهذا ما هذا يعد اغتصاب ملف ضحايا النظامين 2003-85، كما تم تهريبه من 2011 الحوار الاجتماعي 26 أبريل 2011، وتم أيضا في 2012 يعني اغتصابه من طرف الجميع. والحمد لله عندما تبين الحق وتبينتم بأن ما كنا نصرح به كان صوابا وكان حقيقة، يعني قمتم ب يعني تبني هذا الملف، وبأنه ملف لم وقلتموها أنه هذا الملف وهذه الفئة التي تقاعدت ما قبل 2012 إلى غاية 2003 لم يتم التطرق إليها خلال الحوارات التي كانت تعالج بها ملف ضحايا النظامين 2003-85، الذي أقروا الجميع أقر فقط بتاريخ مفعول إداري ابتداء من 2012، تاريخ مفعول إداري ومالي فقط بالنسبة من 2012 إلى 2015. إذن من هنا نتبين بأن الضحايا الأساسيين والرئيسيين الذي بني عليهم الملف أو هذه المظلومية هم المتقاعدون الذين تقاعدوا من 2003 وما بعد، يعني 2003 2004 2005 2006 2007 هنا كانت المظلومية في الحدة ديالها. إذن بدلا ما نقوم يعني ب يعني محاربة يعني الفوارق الأجرية الذي الجميع ينادي بها، نجدهم أنهم يكرسون الفوارق الأجرية، لأن الهيئات التي تم إنصافها في 2000 في المرسوم ديال 2003 هي التي الآن تنادي بإعادة إنصافها من السلم 11 إلى خارج السلم، في حين أن الذين تقاعدوا ابتداء من 2003 بمعاشات هزيلة والتي على أساسهم وجدت المادة 112 ووجدت المادة 115، وكان يجب أن تتم يعني إنصافهم،
يعني من أجل محاربة تلك الفوارق الأجرية التي ينادي بها الجميع، نجدهم أنهم يعني مرة أخرى يتعسفون ويظلمون هذوك المتقاعدين اللي تقاعدوا يعني بمعاشات هزيلة، وهم الذين تقاعدوا من 2012 إلى 2015، ويستثنوهم من المادة 115 بمنحهم هم آخرون سنوات اعتبارية، وأيضا يتعسفون في حقهم لأنهم لم يعفوهم من المادة 99، يعني لم تتم ترقية المتقاعدين يعني خلافا للمادة 99، يعني خارج الحصيص السنوي كما تمت ترقية جميع المتقاعدين. جميع المتقاعدين يعني تقاعدوا وخارج الحصيص السنوي بدون كوتا أوتوماتيكيا، إلا المتقاعدين اللي تقاعدوا من 2003 2004 2005 2006 2007 إلى آخره، يعني طبقت في حقهم مقتضيات المادة 99 وطبقت في حقهم الحصيص السنوي وتم إقصاؤهم من حقهم المشروع في الترقي. إذن أكتفي بهذا القدر اليوم، وأشكرك سيدي الوزير لأنك فعلا عرفت الحقيقة وقد حصرت جميع المتضررين المتقاعدين برسم السنوات من 2003 إلى 2011، وقد يعني وجدت أن عددهم يعني هو 10,200 متقاعد ومتقاعدة بمن فيهم المتوفون رحمهم الله. وهذه الخطوة وهذا القرار الجريء يعني يحتسب لك، ونشكرك ونشكر ونحيي جميع يعني المناضلين جميع، نحيي ونشكر جميع المخلصون المخلصين والمخلصات الأحرار والحرائر الذين يدعمون كل مظلوم وكل محروم ويساندون يعني شيوخ التربية والتعليم الذين أعطوا الكثير للمدرسة العمومية وللوطن وللأحزاب وللنقابات. فتحية نضالية عالية، والله يدير لي فيها الخير.